أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مستمعتنا، صباح الخير، نهاركم مبروك. نقول لكم مرحبا بكم في حصة دار دارك ركن الطبخ. وسنان الهدى ترحب بكم وراء الميكروفون، وفيروز في الهندسة التقنية. دار داركم وسيلة ضيفة عندكم، وراح ضيف معايا الشيف مراد عويزات اللي نحييه ونقول لك صباح الخير وشكرا على الحضور. والسلام عليكم انتم تانيك، وسلام الموصول لكل مستمعين باهي وهران، نقول لهم نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك شيف عويزات، وكالعادة دايما تجيب لنا وصفات صحية، دي غوسيت تراديسيونيل وتاني مودرن. واليوم واش تقترح علينا؟ حضرنا بزاف على الأطباق وعلى الحلويات التقليدية، واليوم جبت لنا طبق بلوتو ان جاتو تراديسيونيل. اليوم ان شاء الله اختي وسيله غادي نطرح عليهم واحد المبسس كيما راهم يديروه كاع في الديار، ربات البيوت راهم باغيين يديروا مبسس. بصح اليوم راني جايب لهم مبسس صافي دير روسيت وحده ويخرجوا فيها دو كاليتي، صافي دير اون كاليتي ناشف كيما رانا نقولوا حنا يطيبوا في الطاجين، وواحد اخر معسل بلا روسيت وحده، مش قص سيدتي تاع جوج خطره، يتقلى واحد، يتقلى واحد طاجين، واحد يتقلى واحد ناشف على روسيت. الو ندخلوا ديريكتومون ان شاء الله في المقادير. هذا المبسس فيه دو كاليتي، قلت لك واحد فيه العسل وواحد الاخر ما فيش العسل. نديروا كاس ونص تاع سميد مويا، نزيد نديروا كاس تاع سميد رقيق، ونديروا زوج مغارف كبار تاع فارينا، نديروا اون بانسي دو سال، نديروا مغرف كبيره تاع السكر، نديروا كاس اتاي تاع الزيت، ونديروا مغرف كبيره تاع الدهان، ونديروا كاس اتاي تاع الماء، ونديروا نص مغرف تاع لا ليفير شيميك. دوك نعاودوا غير بشويه المقادير باش كاع يدونوها ان شاء الله. الور عندنا كاس ونص تاع سميد مويا، وعندنا كاس سميد رقيق، وعندنا زوج مغارف تاع فارينه تاع ماكله، وعندنا اون بانسي دو سال، وعندنا مغرف كبيره تاع السكر، وعندنا كاس اتاي تاع الزيت، وعندنا مغرف كبيره تاع الدهان، وعندنا كاس تاع الماء تاع اتاي. حنا اللي قلنا زوج كيسان، واحد نعجنوا به واحد ومن بعد غير يتبعوا دافي، واحد دافي، واحد دافي، بارك الله فيك. وعندنا نص مغرف تاع لا ليفير شيميك، سيدتي هنا ما تغلطش، خاطر هذا لا ليفير شيميك هو اللي غادي يخفه يجي شباب. انا ثاني ندير لا ليفير شيميك يخفف مليح البس، شاو ولا ما تغلطش. لو كانت تكثر منها يتفتت لها في الزيت، غير شويه غير الراس، فوالا هذه هي. بون كيفيه التحضير عندنا هنا دو بريباراسيون. لا بروميير بريباراسيون نديرو كاع المكونات هادو كيما هذه تاع السميد، عندنا هذه الفارينا، لو سال، لو سكر، والزيت ولو بور، هادو كاع نلموهم، المكونات هادو نلموهم كاع، ما نديروش الماء مدام وسيله، نلموهم كاع نخلوه واحد 15 مينوت. باسكو هاد لاسوس باش الريحه تاع السميد ما تقعدش، اللي يريح واحد 15 مينوت في المكونات هادو باش ريحه تاع السميد كي ناكلوه ما تبانش. ميم كاع الخليط من يكون نعطوه الوقت، الدهان وداك الزيت يشرب مع السميد يخرج بارك الله مليح، صلاه كي المقرود. فوالا، الو واحد 15 مينوت هنايا نعاودو نجيبو كاس اتاي تاعنا نروحو نعجنو به. نعجنوه مليح، نخلوه على جهه لمده واحد جوج سوايع، يليق يريح زعما بزاف، واحد دوزور يقعد يريح واحد دوزور. نعاود نوليو عنده نزيدو له هذاك الكاس اتاي اللي قلنا عليه، يقولنا عليه كاس اتاي تاع الماء الزاوج. نعاود خاش نلقاوه شويه شرب كاع هذاك المكونات، صافي غير نبسوه شاف، غير نبسوه هذا ما كان. نعاود نزيدو الزاوج، ومن بعد كي نعجنوه دروك نقسموهم على زوج، النص الاول نديروه ناشف، ونص الزاوج نقلوه في الزيت ونعسلوه، ولكن العسل يكون بارد. صح، هذا المكان دائما البسس من يكون سخون نعسلو بالعسل البارد، دو بريفيرونس يكون البسس حتى من يبرد ويشد روحه بيان عاد باش نفوتوه. بارك الله فيك، شكرا لك. وشهية طيبة راه عندها دو كاليتي، واحد فيه العسل والاخر ما فيش. نعم، شكرا لك على الوصفات.
ودائما مع الوصفات جميلة مع الشيف مراد عويزات. وحبيت تعطينا طبق يكون مليحة كيجونا ضيوف، ولا واش تقترح علينا كطبق هكا بالتزيين وكاع؟ نعرفك باللي عندك اون غاسترونومي. الله يسلمك مدام، شكرا. وغادي نقترح عليهم ان شاء الله اليوم نديروه من سوفلي دو بوم دو تيغ، حاجة شابة وخفيفة تمشى كومبانيمون افيك لا فيوند. احنا اللحم هذا اللي عندها سيدتي لحم في الدار نامبورت كال، غادي نعطيهم جور تاع اللحم يجي شغل كباب، غادي يجيها شغل كباب اللي رانا ناكلوه، بس هذا كباب يجيها شباب منزلي وصحي، وتعرف كيفاش راه طايب تكون متاكده. واه غادي نديرين كوكوت مينوت، نجيبو نيمبورت كال ان غومستيك ولا حاجه دي مورسو يكون طري شويه تاع اللحم، تخير اللحم اللي ما فيش العظم، غومستيك ولا حاجه نخلوه، غادي نخلوه شويه، نجيبو مثلا واحد شويه تاع اللحم كيلو ولا حاجه نقلوه مليح، نقلوه على جهه، نجيبو كميه معتبره من البصل، نجيبو واحد ان شاء الله واحد رطل تاع بصل، خمسة ثلاث حبات ولا اربع حبات بصل، نقلوهم ثاني كنقلوهم حتى نشوفوه كاع البصل هذاك صايي غادي يدوب. نعم. عاد ومن بعد نرميو هذاك اللحم اللي قليناه مليح، سي ابارتيغ دو لا قادر نديروه ان فيمي، نجيبو ان فيمي تاعنا، نجيبو الفيمي تاعنا، نجيبو شويه تاع مجمر نطيبوها مليح في النار، نجيبو شويه مجمر نطيبوها مليح في النار، نديرو الفحم، نديرو فحم صح. هذاك اللحم تاعنا كي يطيب في لاكوكوت مينوت، حنا كي قلنا بكميه معتبره من البصل، نجيبو هذاك الفحم تاعنا نحطوه فوق الالومنيوم وندخلوه في القدره تاعنا مدام، كي ندخلوه في القدره تاعنا نقيسو عليه شويه تاع الدهان وشويه تاع الزيت، نبلعو عليه باش هذاك الفيمي اللي غادي يطلع يعاود يدخل في اللحم، يعاود يطلع سكون ابل شغل ان كباب فيمي. وهذا الكباب فيمي قادر نديرو لاكومبانيمون تاعه، نديروها بك ان سوفلي دو بوم دو تير، سا ماش طري بيان طري. نعم، ما عطينا الوصفه تاع السوفلي وبوم دو تير. السوفلي تاع بوم دو تير مدام نديرو رطل تاع بطاطا، نديرو رطل تاع بطاطا نزيدو لها 200 غرام تاع كريم فريش، هادو المقادير. عندنا سوفلي دو بوم دو تير نديرو 500 غرام تاع لا بوم دو تير، عندنا 200 غرام تاع كريم فريش، عندنا دو بلون دو بولي دو بلون دوف، وعندنا مغرف كبيره تاع الدهان. نعم. وحده ساشيه تاع فخوماج غابي، ندخلو كيف 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 كيفيه التحضير. نديرو هذا الرطل تاع بطاطا بيان اوتوفي، انا نبغي توجور ندير ليتوفاسيون تاع لي ليغوم تاوعي. نفورو البطاطا تاعنا مليح نخلوها على جهه، نعاودو نجيبو هذوك لاكريم فريش اللي قلتك عليها واحد 200 غرام نخلطوها مع لا بوم دو تير هذيك، نعاود نطلعو لي بلون دوف اللي قلتك عليهم. باش نخلطوها شاف؟ ما فاش نخلطو؟ نخلطو لاكريم فريش مع البطاطا غير بسباتول؟ غير سباتول، غير بشويه باش باسكو رانا مفوره شويه ديجا. نخليو هذيك لاكريم فريش تخلط مع البطاطا، ونزيدو لها دو بلون دوف ومغرف تاع الدهان، هادو كاع نخلطوهم في رحبه بيان سور افيك ان بو دو سيل شويه بوافر نوار وشويه نوا د ميسكادي اللي عندها سيدتي، تبين مليح نوا د ميسكاد جوست الطيب وجوست الطيب وتخليها. ومن بعد تجيب هذاك لو ساشي تاع الفخوماج ديرها من الفوق باش يتكراتينا، ندخلوها الكوشا ل 200 درجه حوالي واحد 15 مينوت، وش هي طيبه تسربيها مع هذوك لا فيوند فيمي يخرج ما شاء الله، وش هي طيبه لكم مستمعين. شكرا لك شيف عويزات. يلتحقوا بنا اللحظه، نحييكم نقولكم صباح الخير ونهاركم مبروك. راه معايا شيف مراد عويزات اللي عطانا وصفات جميله وصحيه. اذا من البلا اللي مديته لنا نروحوا للتحليه. اليوم غادي نعطيهم اختي وسيله تحليه خفيفه اقتصاديه وشابه ومتنوعه ولا اروع ولا اسهل، وبلا بيض، قاتو سهل وخفيف. ونشرعوا ديريكتومون في المقادير اختي وسيله. دونك هذا سي ان غاتو على نوا د كوكو. انا نوا د كوكو، سي ان غاتو سون زو على نوا د كوكو. باغي سيدتي تانيك تنوع، دير شويه تاع كاوكا ودير شويه تاع نوا د كوكو، ماشي مشكل. تفضل. دونك في هذه الوصفه اللي قلنا كاس تاع الزيت. نعم. اللي قلنا مغرف تاع مزهر، واللي قلنا نص كاس تاع السكر، هادو كاع نخلطوهم اختي وسيله مليح. كي نخلطو هادو اللي قلنا تانيك وحده تاع لا ليفير شيميك، واللي قلنا زوج مغارف تاع مايزينا، واللي قلنا فارينا. دونك هنا كيفيه التحضير اللي كندخلوها بشويه باش الاخت المستمعه تسمع وتفهم مليح وان شاء الله تنجح فيها.
الور كي نديرو الزيت تاعنا كاس تاع الزيت ونديرو مغرف تاع ما زهر ونزيدو نص تاع السكر نخلطوهم مليح، ولا ليفير شيميك نخلطوها مع زوج معاليق تاع مايزينا وزوج معاليق تاع فارينا، باش كي نخلطو مايزينا تاعنا ونخلطوها مع الفارينا باش ما يجوناش هذوك الحبيبات اللي نخلطوها مع الفارينا باش كي نعجنوها ما يخرجوناش الحبيبات. هنا العجينه تجينا توجور مازال طريه، نعاود نلموها بشويه تاع فارينا حتى تخرج لنا العجينه متوسطه، ما يطريه ما يقاسحه، شغل غريبيات. ولكن هادو نشربوهم بشويه تاع لا كونفيتور، ودوك نعطيهم كيفيه الاستعمال هذا لا كونفيتور. هذه المكونات قادر طيبهم، دير تفصلهم كيما تبغي، ديرهم دي بولات ولا ديرهم دي كاري ولا حاجه، تحلهم بالحلال، دخلهم على 200 درجه حوالي 15 دقيقه، كي تشوفهم حمارو تقلعهم. هنا حتى يبردوا اختي وسيله، دوك نشرعوا في الكيفيه واحده اخرى. كي يبردوا مليح الكاطو تاعنا نروحوا نجبدوا لا كونفيتور اللي نبغوا حنا، كاين اللي يبغي لا كونفيتور ابريكو، كاين اللي يبغوا فراز ولا حاجه. هنا لا كونفيتور يزيدوا لها مغرف تاع ما زهر باش نحلوها شوري خفيفه، بارك الله فيك. نعاودوا نغمصوا هذا الكاطو تاعنا، نغمصوه في لا كونفيتور هذاك، ونعاود نخرجوه ديراكتومون نرمدوه في نواد كوكو، ولا نكونوا طحنيناه ثاني ولا نخلوه كيما راه. لا لا كيما راه كيما راه، نحن ندخلوه في نواد كوكو ولا نرمدوه ثاني بالكاكاو، وشهيه طيبه. وانا بصح عجبني هذا الكاطو، شحال من خطره ندير، انا راح نجربو ولا نجي ناكل عندك مورعد. شكرا لك مدام. شكرا. اذا نحن نعرفوا انه فصل الشتاء وراح دخلنا احنا فصل الربيع، نبغوا بزاف لي سوب شيف مراد، وراح ذكرت الشيف حكيم اللي نقول له نسلم عليه، اعطانا حريره جزائريه 100%، وراني حابه تعطينا اون اوتر سوب، دونك واش اختار علينا؟ ممكن سوب مكسيكان ماشي حاره شابه بزاف، شاولا ماشي اقتصاديه هذه شويه، ولكن زعما تاع لي ريجيم، واحد اللي باغي يدير ريجيم يشربها ديراكتومون في الليل، حاجه شابه بزاف. بون المقادير هي ان فون دو فولاي مدام وسيله، ان فون دو فولاي، عندنا حبه تاع خيار، وعندنا ان افوكا، و هذه حاجه ثاني نقول لك انا غير ان افوكا حاجه شابه هذه. الور عندنا حبه تاع خيار، عندنا ان فون دو فولاي، ان افوكا، وعندنا اوراق تاع النعناع. دونك حبه خيار، وحده افوكا، وحده افوكا، وعندنا اوراق تاع النعناع. اوراق نعناع هذه تنشرب ولا تنتكل دافيه. دونك حنا كيفيه التحضير، نديروا لو فون دو فولاي تاعنا ديراكتومون، نقطعوا عليها حبه خيار هذيك اونتي بالكشور، باسكو الكشور راهم فيهم فايده فيهم فوائد اكثر من الكشور. بارك الله فيك. نقيسوا ديراكتومون تاعنا الخيار تاعنا، نقيسوها الداخل ونزيدوا هذاك لافوكا ونزيدوا هذاك الاوراق تاع لامونت، نمكسيوها مليح 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 مليح، وشهيه فيها. لا بصل لا والو، فيها والو، سي اون سوب مكسيكان مليحه بزاف سورتو بور لي ريجيم. والذوق تاعها كيفاش؟ شويه يجيك معاونه الفون دو فولاي، مي فريمون شابه، اللي باغي ريجيم شابه بزاف. دونك صحيه هذه، فيها لافوكا وفيها هذه حاجه جميله. عباك باللي النعناع والخيار والافوكا عندهم فوائد كبيره 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 بزاف. نعم سورتو النعناع ثاني. حنا ما من النعناع نديروا وريقه في الشوربه تعطي هذاك لوغو مانيفيك. نعم بارك الله فيك. اليوم حصتنا فيها البركه شاف مراد، راك مديت بزاف الوصفات، ونكملوها بام تي ديسير اللي تكون فيه فاكهه تاع الموسم هذا ويكون متوفر. كون توفر نعطيهم ان ديسير دو سيترون، السيترون راه متوفر بزاف وما راش غالي تانيك. الور كيفيه التحضير هذا تاع لا كريم سيترون، راه عندنا في 3 جون دوف، 3 تاع صفا البيض، عندنا 80 غرام تاع دهان، وعندنا 60 غرام تاع السكر. الور نديروا الدهان تاعنا والسكر نخلطوه مليح، نزيدوهم بعد لي جو حتى لي بياض، نزيدوا عليهم هذوك لي جون دوف ا بتي فو حتى نشوفوا بدا يدير شويه ان بو دو فولكون، نقلعوه ملي يطيب مليح، نخلوه على جهه حتى يبرد، نعاود نطلعوا اون كريم اللي عندنا، نابورت كان لي كريم اللي عندنا، كاين لي كريم فريش اللي راهم يطلعوا تاع الكاطو هذوك، كاين لي بودرة هذوك ديريكتومون. بارك الله فيك. نعم كاين هذيك، نطلعوا هذيك لا كريم هذيك بشويه تاع السكر كلاص، الى في 200 غرام تاع اون كريم فريش ولا تاع اللي راهي تنباع دروك، راهم كاينين هذوك تاع لي شونتيي، قادر يدير لها شويه تاع كاس
اتاي يكون حليب يكون بارد بزاف باش طلع لنا لا شونتيي، ولا ما عندهاش لا شونتيي يشوف هذا لا كريم فريش اللي يعني نقول لك عليه، يدير حتى جوج مغارف تاع السكر كلاص ولا مغرف ونص، كي يطلع مليح هذاك كي يطلع مليح هذيك لا كريم، ومن بعد نمريو هذيك لا كريم هذيك لا كريم سيترون اللي عندنا مع لا كريم بلونش هذه، نخلطوهم بشويه بشويه، نعاود نقدموهم في ليفيرين، وقادر ان شاء الله نزينوهم الى بغاو بشويه تاع كاوكا ولا حاجه ولا لوز افيلي يجي مع الديسير هذا، وشويه تاع السيترون من فوق، وشهيه طيبه ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك شيف عويزات على كل الوصفات اللي عطيتهم لنا. رحنا سافرنا في شحال من بلاد بلاد، الله يبارك سافرنا سافرنا تاع الصح، حنا ماذا بينا نمدوا الوصفات والاطباق الجزائريه والاطباق ثاني لي مودرن والعالميه ايضا. ورانا في خدمه المستمعين اختي وسيله. شكرا لك. اذا كانت معكم وسيله نور الهدى وراء الميكروفون، وفيروز في الهندسه التقنيه. تحياتي الكبيره والجميله لكل متتبعي حصه دار دارك ركن الطبخ. سلام.